صباح الخير أيها الشباب العظيم. ممكن تكونوا متذكرين إن إحنا في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن أول حاجة ماركتينج انفورميشن سيستم، نظام المعلومات التسويقية. تاني حاجة مانوفاكتشرينج انفورميشن سيستم، نظام المعلومات الخاصة بالتصنيع والإنتاج. وكلمنا كمان عن ال HR انفورميشن سيستم اللي هو نظام المعلومات الخاص بالموارد البشرية. وأخيرا اتكلمنا عن فاينانشال انفورميشن سيستم وهو الخاص بنظام المعلومات التمويلي. كمان اتكلمنا عن تدريب المتعلق بالانفنتوري ليفلز اللي هي مستويات المخزون. هناخد بالنسبة، ما زلنا في القسم الأول، هناخد برضو تدريب آخر. التدريب كما يلي: احنا نفترض ان المبيعات البدائل بتاعتها ممكن تبقى 100، ممكن تبقى 120، ممكن تبقى 140، وكمان ممكن تبقى 160. الكوست عندنا الاكسبنس ايتمز زي الماتيريال كوست، ليبر كوست، وعندنا اوفر هيد كوست. ماتيريال كوست اللي هي تكلفة المواد، ليبر كوست اللي هي تكلفة العمالة، اوفر هيد كوست اللي هي التكلفة العامة. هنا لما اقول برودكشن كوست معناها مجموع التلاتة اللي موجودين قبل كده. الماتيريال كوست 100 لو عند مستوى المبيعات 100، عند المستوى 120 هتبقى كام؟ 48. عند المستوى 140 هتكون 56. عند المستوى 160 هتكون 62. وسواء المعلومات الخاصة بالمبيعات اللي هي السيلز او الماتيريال او الليبر او الاوفر هيد كلها given in the exercise، بتبقى معطاة في التدريب. الليبر كوست عندنا 15، برضو لو عندي البديل 100، 120 هتبقى 18، 140 هتكون 21، عند 160 it would be 24. overhead cost 8 عند 100، 9 عند 120، 10 140، وعندنا 11 when it is 160. كل المعلومات السابقة بتكون given في الاكسرسايز. في البرودكشن كوست كل دول يعتبروا برودكشن كوست، فانا هجمع رأسي هقول مثلا 40 بلس 15 بلس 8 equals 36. 48 بلس 18 بلس 9 equal 75. at level 140 تبقى هتكون الماتيريال 65، ليبر 21، اوفر هيد كوست 10، والاجمالي هيكون 87. نفس الشيء بالنسبة عند مستوى المبيعات 160، يبقى هنا 62 بلس 24 بلس 11 equals 97. يعني كل اللي انت عملته للحظة دهيت
ان انت you have a aggregated cost at each level، يعني جمعت 40 15 8 وهكذا وانت ماشي. برضو البيان اللي جاي ده يكون given in the exercise. R&D cost اللي هي research and development اللي عبارة عن تكاليف البحوث والتطوير، وعندنا engineering cost، وعندنا marketing and sales cost، وعندنا administration cost، وده كله بنسميه non-production cost. All figures and data given it is available in the exercise. كل البيانات اللي انا اقولها دلوقتي بتبقى موجوده في راس التمرين. ال R&D اللي هي تكاليف البحوث والتطوير 5 5 5 5. engineering cost اللي هي التكاليف الهندسيه 1 1 1 1 fixed. يبقى هنا عندنا both R&D و engineering cost are fixed. marketing and sales cost اللي هي تكاليف التسويق والمبيعات 15، عند 120 بيكون 16، at 140 equals 18، and finally 20. administration cost التكاليف الإدارية 10 10 10. يبقى كل اللي all information or data given، كل الداتا دهيت من عند ال R&D cost وال administration cost زي are given معطى. كل اللي تعمله هتجمع، اللي هي بتجمع عشان توصل لإيه؟ لل non production cost. يبقى عندنا 5 plus 1 plus 15 plus 10 equals 31. The same with the second level. 5 plus 1 plus 16 plus 10 equals 32. Also 5 plus 1 plus 18 plus 10 equals 34. وعندنا في النهاية 5 plus 1 plus 20 plus 10 equals 36. يبقى كل اللي انت عملته you have calculated or aggregated production cost and non-production cost. Apart of those two items, all data are given. يعني باستثناء البرودكشن كوست والنون برودكشن كوست، البيانات التانية بتكون موجودة في رأس المسألة. يبقى التوتال كوست عبارة عن ايه؟ هنجمع ال production cost plus non production cost. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يبقى عندنا هنا 63 plus 31 equals 94، 75 plus 32 equals 107، 87 plus 34 equals 121، 97 plus 36 equals 133. profit and losses، احنا عندنا السيلز كام؟ 100، والتوتال كوست عندنا كام؟ 94. يبقى اول ايه؟ هنطرح 94 from 100 equals اهو 100 minus 94 equals 6. 120 minus 107 equals 13. 140 minus 121 equals 90. 160 minus 1
133 equals 27. دي أنا بعمل، يبقى أنا عملت دلوقتي so far اللي أنا عملتهم من عندي، جمعت ال production cost، جمعت ال non production cost، حسبت ال total cost، وحسبت ال profit وال losses as figures كأرقام موجودين قدامي. يبقى المفروض نخليهم في شكل ايه؟ percentage profit sales ratio اللي هو معدل المبيعات، الأرباح للمبيعات. ففي الحالة دي بقول ايه؟ الربح عندنا كام؟ 6. ما هو معدل الأرباح، الربح في الحالة الأولى كام؟ 6. أنا بقول profit sales والمبيعات كام؟ 100. فأقول 6 divided by 100 times 100 equals كام؟ لما نشوف اللي بعديها نفس الكلام، هقول 13 divided by 120 times 100 equals 10.8. هنا بقول 140 divided by 19 equals 13.6. The last one هنا 27 divided by 160 times 100 equals 16%. يبقى the most important and the most profitable one is to sell at 160 because the profit sales ratio is 16. ما زلنا بنكمل موضوع الكمبيوتر ابليكيشن ان بيزنس لايف، اللي عبارة عن تطبيقات الحاسب في مجال الاعمال. كمان هنقول كمبيوتر ار افكتيف ان ريال تايم سيستم as they provide an environment which is completely based on real time. معناها تعتبر الحاسبات الآلية فعالة في أنظمة الزمن الحقيقي. ليه؟ لأنها توفر بيئة مبنية بالكامل على الوقت الحقيقي لأي حدث. لو خدنا عبارة من العبارات بتقول computer is ineffective in real time system، الكمبيوتر مش فعال في نظام الوقت أو الزمن الحقيقي. طبعا لسه قارينها قدامنا اهيت. The answer is it is false. الموضوع التاني بنسميه main types of computers، أنواع مختلفة من الحاسبات الآلية. ممكن السؤال يجي لك يقول لك write a short essay about each of the following، ممكن يقول لك اكتب مقالة عن أي واحدة من الأنواع الآتية من الآلية. Common types of computers معناها الأنواع الشائعة من الحاسبات الآلية. عندنا حاجة بنسميها workstations،
عبارة عن بي سي كمبيوتر، وهو الأكثر شيوعا، the most common type، بنسميها ورش العمل اللي هو الحاسب الشخصي الأكثر شيوعا واستخداما في العالم كله. سيرفر، it is about large storage capacity dedicated to one job. الخوادم معناها ايه؟ حواسب ذات طاقة تخزينية كبيرة وتكون مخصصة لوظيفة محددة، يعني الانتاج لها السيرفرز بتاعها، البرودكشن، الماركتينج، الاكاونتينج، الفاينانس، كل واحدة من دول بيبقى لها السيرفر الخاص بيها. ميني كمبيوتر، it is a powerful computer can be used by 100 users. ميني كمبيوتر هو حاسب قوي يمكن أن يعمل من خلاله ما يقرب من 100 users أو مستخدم. Different types or common types of computer. عندنا كمان حاجة بنسميها main frame. The large and the high capacity between 100 to 1000 users. يعني اللي ممكن يستخدم المين فريم اللي هي التيرمينالز النهايات ما بين 100 and 1000 user. الحاسب الرئيسي حاسب كبير الحجم ذو طاقة تشغيل عالية يمكن أن يربط بين مئات أو آلاف المستخدمين. عندنا كمان سوبر كمبيوتر، it is fast, most expensive of all the above, scientific analysis only. بيستخدم فين؟ في التحليل العلمي فقط. يبقى سوبر كمبيوتر هو حاسب فائق السرعة، fast، باهظ التكلفة، most expensive، scientific analysis only. it means يستخدم في الأغراض العلمية مثل تحليل المناخ والفلك. معنى ايه؟ المزايا والعيوب الخاصة بالحاسبات الآلية في عصر تكنولوجيا الإنترنت. Advantages of computer in the era of information technology. مزايا الحاسب في عصر تكنولوجيا المعلومات. أول ميزة عندنا بسمها globalization. كل إحنا بنبص للعالم على إنه هو قرية واحدة، أي حدث بيحصل في أي مكان في الدنيا بيحصل وبيوصل لكل الدنيا أخباره. Brought the world closer together. العولمة ساهم الحاسب في جعل العالم أقرب من بعضه البعض. Number two, communication. Communication معناه الاتصالات. Communication has also become cheaper, quicker, and more efficient. الاتصالات يبقى ساعد الحاسب الآلي في جعل الاتصالات أرخص، cheaper، أسرع، quicker، and أكفأ معناها more efficient. Cost effectiveness، it means increasing productivity. الفعالية التكاليفية
بتساعد الحاسب على زيادة الإنتاجية، الأعمال بتكون أجود وأسرع في الأداء. Advantages of computer in the era of information technology. لسه في نفس الموضوع، مزايا الحاسب الآلي في عصر تكنولوجيا. احنا نكمل في نفس الموضوع اللي هو Advantages of computer in the era of information technology، اللي عبارة عن مزايا الحاسب في عصر تكنولوجيا المعلومات. Bridging the cultural gap، معناه helping people from different cultures to communicate with one another، معناه التغلب على الفجوة الثقافية بين الدول. ازاي؟ لأن الحاسب الآلي يساعد على اتصال الأفراد من الجنسيات والثقافات المختلفة مع بعضهم البعض، ولما بيتصلوا مع بعض بتنتقل الثقافات المختلفة. More time available for work. It is possible for business to be open 24 hours per day all over the globe. مزيد من الوقت بيوفر وقت، لأن الحاسب الآلي ساعد في إمكانية عمل المؤسسات طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع. Creation of new jobs في الحاسب الآلي ساعد برضو في خلق الكثير من الوظائف. زي كمبيوتر بروجرامرز المبرمجين، وسيستم أنالايزر اللي هم الناس محللي البرامج. يعني معناها ان الحاسب الآلي ساعد على خلق وظائف جديدة مثل المبرمجين ومحللي النظم. طالما اتكلمنا على الادفانتجز اللي هي المزايا، كل حاجة في الدنيا لها its own advantages and disadvantages. Therefore, it is the time to discuss the disadvantages of computer in the era of information technology. عيوب الحاسب في عصر تكنولوجيا المعلومات. Number one, unemployment اللي هي البطالة. بالتأكيد لما أي كمبيوتر بيدخل أي مجال عمل بيستغنوا عن مجموعة من الوظائف. عشان كده you'll find many resistance to the introduction of computer in computer in business, especially in early days. واضح ليه الكلام ده هوت؟ على فكرة في بداية إدخال الحاسبات الآلية للعمل حصلت ردود فعل شديدة جدا تجاه هذا الموضوع، خوفا من إدخال الكمبيوترز ممكن يؤدي إلى بطالة والاستغناء عن مجموعة من العاملين. Lack of privacy. Privacy معناها سرية وخصوصية، ما معناها فقدان الخصوصية والسرية. كلنا بنسمع عن الهاكرز وخلافه، حتى شركات نفسها الكبيرة بتتجسس على بعضها البعض من خلال تكنولوجيا المعلومات. Lack of job security. It is close to number one اللي هي unemployment، قريبة منها خالص، لأن إدخال الحاسب الآلي بيؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف.
dominant culture، هيمنة بعض الثقافات على الأخرى. ناخد مثال، يعني بالنسبة للغة الإنجليزية بالتالي أصبحت dominant all over the world، يعني حتى دخلت في اللغات المحلية. فلما احنا بنتعلم كل الناس بتتكلم إنجليزي الوقت، أو على الأقل كلمات منه، معناه احنا خدنا الثقافة الخاصة بمين؟ بهذا المجتمع بشكل أو بآخر. So far we have finished chapter number one. It is all about introduction to computers. Number two, chapter two, working with computer applications. قبل كده بنتكلم على الحاسب الآلي كحاسب آلي، احنا هنا هنتكلم على اللي هي تطبيقات الحاسب الآلي. The main application in Microsoft Office is، هنتكلم على الموضوعات الآتية. The main application in Microsoft Office، key feature of Microsoft Word، the main function in Microsoft Word، the relationship between fields, records and the tables in databases structure. We'll talk We'll explain each one of those separately right now. هنشرح كل واحدة منهم الآن. ممكن يجي لك سؤال يقول لك write برضو a short essay about each of the following. اكتب رسالة قصيرة عن ما يلي. The main applications the number one in Microsoft، معناها تطبيقات مايكروسوفت المكتبي. It is a series of programs developed by Microsoft to take advantage of computer power in the office. هي عبارة عن سلسلة من البرامج اللي بيتم تطويرها من خلال شركة مايكروسوفت للاستفادة من قدرة الحاسب في مجال العمل المكتبي. معناها ايه؟ معناها الحاسب الآلي موجود، بس هنا مايكروسوفت عملت عملية تكييف للحاسبات الآلية بشكل فائق للعادة حتى يمكن استخدامه في العمل المكتبي. Number two, it is very easy to transfer data from one application to another. في هذا النوع من التطبيقات يمكن بسهولة نقل البيانات من تطبيق لآخر. معناه easy to transfer. Transfer معناه نقل أو تحويل البيانات from one application، من تطبيق إلى تطبيق. By learning how to use one you will start to learn the rest. يمكنك من خلال تعلم أحد هذه البرامج يصبح من السهل عليك تعلم باقي البرامج. ليه؟ هنا بيستخدموا التفكير المنطقي، يعني تتعلم حاجة تاخد منها حاجة تانية، الحاجة التانية توصلك لحاجة تالتة and so on until you become expert in using computer application or Microsoft application.
مايكروسوفت وورد اللي هي الوورد بروسيسنج. It is what you use to compose letters, reports, essays. معناها لما أقول MS وورد معناها وورد بروسيسنج، ده بنسميه معالج النصوص. بيستخدم في إيه؟ كتابة الخطابات، letters، التقارير، reports، essays اللي هي المقالة. Write a short essay about each of the following. مايكروسوفت اوفيس، بنتكلم على تطبيقات مايكروسوفت في المجال المكتبي. ام اس اوتلوك، it is used to compose, send and receive emails. يستخدم لعمل وإرسال واستلام البريد الإلكتروني. مايكروسوفت باوربوينت زي اللي احنا بنستخدمه حاليا، is used to create effective presentation. بيستخدم لعمل العروض الخاصة بالبرزنتيشن زي اللي موجود قدامنا حاليا، وهيسهل أمور كتيرة بالنسبة للعرض والتقديم. MS Front Page is used to create websites. Front Page يستخدم لعمل صفحات الإنترنت. Write a short essay about each of the following. هنتكلم عن الـ Key Features of Microsoft Word. Some of the important features of MS Word are listed below. بعض الخصائص الأساسية لبرامج معالجة النصوص سيتم عرضه كما يلي: Creating and Editing Documents. Creating معناها خلق أو عمل المستندات اللي هي documents، and editing them وتعديلها ومراجعتها وخلافه. يبقى هنا بتعمل creating خلق ومراجعة ايه؟ الدوكيومنتس مستندات أو الملفات. Changing the size of the margins بسيطة، يعني أنت ممكن تغير حجم الهوامش لكل صفحة من الصفحات خاصة بالنسبة عندنا مجموعة من الشورت كاتس اللي هي الاختصارات الخاصة بالكمبيوتر. يعني لما اتكلم هنا اقول open new document بتعمل ايه؟ control n فتح ملف جديد. opening existing document control o اللي هي open يعني، وال n stands for new، يبقى كنترول او معناه ايه؟ فتح ملف موجود open. save document كنترول اس حفظ التعديلات اللي انت عملتها والعمل اللي انت عملته على اي مستند من المستندات.
Print documents Ctrl P طبع الملفات وده هي P معناها print زي الاس معناها save والO معناها open والN معناها copy Ctrl C اخذ نسخة بدوس على Ctrl و C معناها ايه ان انت بتاخد نسخة كوبي بتطبعها بتنسخها يعني كنترول اكس معناها قص او قطع كنترول اكس عندنا بيست كنترول في انت هنا اما اخذت عملت كوبي او عملت قط لابد يبقى لها ايه paste in whatever place you want بتضع الجزء في الجزء اللي انت قطعته بتضع الجزء اللي انت قطعته في الجزء المحدد له انما لما اقول undo معناها كنترول زد يعني اللي انت عملته سواء كان اخذ او قطع او وضع بيرجع لمكانه الطبيعي write a short essay about each of the following how CAD and CAM and CIM are related ممكن تبقى also questions working with other computer application computer aided design اللي سميناها ايه CA aided design uses computer graphics for product design. The designer can modify an existing design for or create a new one. هنا بنتكلم على التصميم اللي بيساعده او باستخدام الحاسب الآلي. بيستخدم لرسم الرسومات الخاصة اللي هي graphics بتصميم المنتجات اللي هي Product Design والتي يستخدمها المصمم في تعديل أو إنشاء تصميم جديد يعني إيه؟ The designer can modify يعني تعديل Existing Design أو Create a new one بيعمل تعديل للديزاين للتصميم الحالي أو بيخلق ديزاين جديد Computer Aided Manufacturing معناها CAM A system of using computer technology to assist the manufacturing process التصنيع بمساعدة الحاسب ده نظام بيجعل الحاسب يقوم بالصنع بدلا من البشر وده بيؤدي الى عدم الامان الوظيفي يبقى سيستم النظام اللي قدامنا ده بيستخدم تكنولوجيا الحاسبات الآلية للمساعدة في الصنع عمليات الصنع بالتأكيد هيكون استخدام Working with other computer application, computer integrated manufacturing, computer C, integrated I, manufacturing M, is the phrase used to describe the complete automation of a manufacturing plant. لما أقول computer integrated manufacturing معناه التصنيع المتكامل بالحاسب. هو نظام تشغيل
المصنع بالكامل من خلال الحاسب الآلي، يعني بنخلي التشغيل بيكون اوتوميشن اوتوماتيك بس في كل المصنع. يبقى بلانت مانيفاكتشرنج، بلانت معناها ايه؟ اللي هو موقع مكان او المصنع اللي بيقوم بعملية التصنيع. وفي مصانع كتير بالكامل كل اللي بيستخدم فيها ايه؟ روبوتس، اللي هو الانسان الآلي. What are the benefits of، يبقى هنا بنتكلم على مميزات التصنيع المتكامل. Optimizes data flow in company، بيخلي تدفق المعلومات أو انسياب البيانات تتم بشكل شبه مثالي أو بسهولة. يعني optimizes data flow in the company، optimizes معناه بتخليها شبه مثالي، يعني يبقى بتخلي البيانات تنساب أو تتدفق flow data flow in the company. simplifies sharing and translation of information. sharing يعني تبادل، translation معناها نقل المعلومات أو ترجمة المعلومات في شكل مفهوم. allow checking of data against standard. حقيقي الكلام الموجود ده معناه انه بيقوم بعملية الرقابة. ازاي؟ بيقارن البيانات الموجودة حاليا مع المعايير. لما طبق البيانات مع المعايير معناه ان انا بقوم بعملية الكنترولينج،